انقضم من سباقي هذا المساء لسن الإذاعة، ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاعة الجعادين المحليات الأصايل. ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط، وفي الأشواط القادمة نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول. أرى الآن اللي في المركز الأول حشيم، في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومضمر حشيم السيد عبد الله بن ثعيلب الهاجري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مياس لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث من الجانب الثاني مذهل لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر ناجم بن علي الغيلاني. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع رعد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد الذي يضمر بن أحمد سيلين. وصل وانتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، توني ذايعنا في المركز العاشر، وفي هذه اللحظات يفاجئني ينتقل من مركز إلى مركز، يتجول من مركز إلى المركز في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. عينه على مقدمة هذا الشوط، عينه على الهاتريك لهجن الشحانية. يا سلام، وشاهين لازال، شاهين لازال مصر على مقدمة هذا الشوط. نولع قادم، نولع، بدأ يولع، بدأ يولع بالشوط ويغير وينتقل. يا سلام، يا مولع، مولع، ولع بالشوط وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سلام، سلام عليك يا هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة، المركز الثالث سيلين لهجن الشيحانية، وفي المركز الرابع رعد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الخامس الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول، نولع إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 9 دقائق 24 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني شاهين 9 دقائق 24 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سيلين في المركز الثالث 9 دقائق 25 ثانية بالوفا وبالتمام. تهانينا لهجن